بل وأمر. الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم أحداث النهاية. وذلك لفضيلة الشيخ محمد حساب. والآن نستمع وإياكم إلى الشريط الثاني والذي هو بعنوان تابع المقدمة. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أحداث النهاية سلسلة علمية منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أسعدني أن أقدمها للمسلمين في كل مكان عبر هذه القناة المتميزة، قناة الناس، والله أسأل أن ينفع بها كل الناس وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثت في الحلقة الماضية عن مقدمة لهذه الموضوعات المهمة، وقلت على سبيل الجزم والقطع لا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يجزم بوقت محدد معلوم لقيام ساعة، فهذا من الغيب الذي لم يطلع الله جل وعلا عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. في رواية البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وقرأ النبي قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بل وفي آيات واضحة وفي آيات حاسمة قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يسألك الناس عن الساعة، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام
قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قلت ومع ذلك فقد أطلع الله جل جلاله نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمارات وعلامات وأشراط الساعة، بل وأخبره وأطلعه جل جلاله على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. هذا كلام خطير جدا، بقول لحضرتك مع أن الله سبحانه قد أخفى وقت قيام الساعة عن الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، فقد أطلع وأخبر سيد رسله وإمام أصفيائه وأتقيائه وأنبيائه، أخبر نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات أو أشراط أو أمارات الساعة، بل وأطلعه سبحانه وتعالى على كل ما سيقع في الكون من أحداث بين يدي الساعة. وستسمعون العجب العجابة كما ذكرت لحضراتكم في الحلقة الماضية. أسأل الله سبحانه أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلع الله نبيه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة؟ نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل العلامات، والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى، وسأتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكنني في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة مسددة موفقة، سأتعرض لبعض النماذج لأبين لحضراتكم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وما نعيشه الآن وما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا من 14 قرن. وصدق ربي إذ يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصدق ربي إذ يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحي من رب العالمين لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل بوحي من الله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه والحديث في الصحيحين لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكرت في الحلقة الماضية رواية أخرى في صحيح مسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فمتصور معايا المشهد ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأصحابه الفجر ويرتقي المنبر النبوي ويظل النبي قائما على المنبر من صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر يتحدث ويبين للصحابة ما كان وما هو كائن، ما هو كائن وما سيقع بين يدي الساعة. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. يقول عمرو بن أخطب خطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت صلاة الظهر، صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت
صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني أعلم الصحابة بهذه الأحداث هو أحفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العلامات، بل كل العلامات الصغرى والكبرى، وذكر كل الأحداث التي تقع الآن والتي سأضرب لحضراتكم الليلة بعض الأمثلة لها، وسأقدم لحضراتكم الليلة بعض النماذج لها، لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولتملأ قلبك بعد ذلك ثقة في الله وثقة في رسول الله ويقينا في الله ويقينا في أن رسول الله لا يتكلم إلا بوحي من الله، ولتعلم يقينا أن الذي أخبر بمراحل الضعف والهوان التي تحياها الأمة الآن هو بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر بالمبشرات وبصور النصر والتمكين لأمة سيد النبيين، حتى لا تيأس ولا تقنط، حتى تعلم علم اليقين أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام الصادق قادم إن شاء الله تعالى بموعود الله وبموعود من بلغ عن الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اعدد ستا بين يدي الساعة. توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الرواية، اعدد ستا بين يدي الساعة. طب عد معايا كده، عد معايا. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، اعدد ستا بين يدي الساعة. يلا. قال عليه الصلاة والسلام، خلينا اقول الحديث وبعدين ارجع تاني اقف مع كلماته. قال: موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، أي يغدر الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية مع كل غاية 12,000. ده كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في صحيح الإمام البخاري. لا استنى، واحدة واحدة، ما تستعجلش إن شاء الله عز وجل. إحنا يعني أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، الموضوع طويل، الموضوع طويل، وأنا أترك الأمر لرزق الملك الجليل سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل رزقي وأرزاقكم موفورة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نرجع تاني الحديث، خليك معايا كده. قال عليه الصلاة والسلام: أعدد، عد معايا كده، ستا بين يدي الساعة. ها، العلامة الأولى موتي. موت من؟ موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله، وقعت هذه العلامة. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ولازال من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة. كان موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة. حتى قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل، والحديث في سنن الترمذي وفي مسند البزار بسند صحيح، قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. يا الله، قولة أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ووالله
ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ورضي الله عن ريحانة رسول الله عن الزهراء فاطمة حين قالت لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحفي التراب على رسول الله؟ أطابت أنفسكم أن تحفي التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فموت رسول الله علامة من العلامات، لأن الله تعالى لم يرسل رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ليخلد في هذه الحياة أبدا. قال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فهل يخلد أحد بعد رسول الله؟ قال جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام على فراش الموت، بل وذاق سكرات الموت، وقال عليه الصلاة والسلام: إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. وفي رواية: يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في قدح فيه ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول: إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. حتى قالت عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي أو بين سحري ونحري، فما أكره شدة الموت لأحد بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أعدد ستا بين يدي الساعة، الأولى قال صلى الله عليه وسلم: موتي. وقد وقعت هذه العلامة. ثم فتح بيت المقدس، وقد وقعت أيضا هذه العلامة. فلقد فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. نعم، مات الرسول عليه الصلاة والسلام في العام 11 من الهجرة كما تعلمون، وفتح الله عز وجل على أصحابه في عهد عمر بيت المقدس في العام 16 من الهجرة. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة المطهرة إلى أرض فلسطين ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب، موكب جليل يزداد جمالا وجلالا بتواضعه. أمير المؤمنين الفاروق الأواب عمر بن الخطاب مع خادمه على ظهر دابة واحدة يركبها تارة ويركبها خادمه تارة. فلما أقبل على أرض بيت المقدس ومرت به دابته في مخاضة في بركة ماء، خشي أن يمر المخاضة وهو على ظهر الدابة، فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه وجر الدابة خلفه. فلما رآه أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيوش المنتصر قال: يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم قد استشرفوك، يعني لا أحب أن يراك القوم وأنت في هذه الحالة. قال: أوهن يا أبا عبيدة أوهن يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نعم، في عهد هذا الأواب وفي عهد أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح
فتح الله بيت المقدس، وأسأل الله عز وجل أن يرده من جديد إلى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موتي صلى الله عليه وسلم ثم فتح بيت المقدس، قال ثم موتان، وقعت العلامة الأولى، وقعت العلامة الثانية، قال ثم موتان يقع فيكم كقعاص الغنم. موتان الموت الكثير. طيب، يقع فيكم كقعاص الغنم داء أو وباء يصيب الأغنام أو يصيب الدواب، فيسيل شيء من أنوف الدواب فتهلك في الحال. قاعود مرض، ثم موتان يأخذ فيكم أي ينتشر فيكم كقعاص الغنم، أي كالوباء الذي يصيب الغنم فيهلكها. وقد قال علماؤنا بأن هذه العلامة قد وقعت أيضا في طاعون عمواس في بلاد الشام، وكان على الراجح من أقوال جماهير أهل السير والتأريخ 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قتل في هذا الوباء وفي هذا الطاعون 25,000 من المسلمين، وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، بل وطعن فيه أيضا ومات بسببه أيضا الصحابي الجليل معاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. طيب، العلامة الأولى قلنا إيه؟ موتي عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية قال ثم فتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه. العلامة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. أما استفاضة المال أي كثرة المال فقد وقع ذلك فعلا، وقع ذلك بالفعل. ثبت في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما أنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ جاءه رجل فشكى إليه الفاقة، الفاقة يعني الفقر، ثم جاءه آخر فشكى إليه قطع الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال لا يا رسول الله وقد أنبئت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج الذي يوضع على ظهر البعير، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي فقلت في نفسي وأين دعار طي، وأين دعار طي، أي أين هؤلاء الذين قطعوا الطرق وقطعوا السبيل على المسافرين. يقول فقلت في نفسي وأين دعار طي. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولتفتحن كنوز كسرى. فقلت كسرى، كسرى بن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز. قال صلى الله عليه وسلم ولئن طالت بك حياة لترين الرجل، وهذا هو الشاهد، يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يقبله منه. يقول عدي رضي الله عنه فلقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز صلى الله على الصادق، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز. قال ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال محمد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
يخرج الرجل ملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد أحدا يقبله منه. قال أهل العلم: وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. تعلمون ما الذي حدث في عهد عمر؟ في سنتين ونصف تقريبا عادت الحياة مرة أخرى في عهد عمر وكأنها تحاكي حياة النبوة الأولى لعدل هذا الرجل وورعه، فهو من طراز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز في رخاء وفي نعيم، واستفاض المال فعلا، بل وأمر عمر بن عبد العزيز المنادي أن ينادي في الأمصار وفي البلدان: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، من كان فقيرا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين، من أراد الزواج ولم يجد النفقة فنفقة زواجه من بيت مال المسلمين. وأغنى القوم بفضل رب العالمين، حتى خرج المنادي بعد ذلك ينادي فلم يجد أحدا يقبل منه العطاء، يقبل منه الصدقة. هنا انتصف الشريط.